الموضوع في الليبل. السنه اللي قبل اللي فاتت لو فتحت الامتحان بتاع الليبل بتاع اخر السنه هتلاقي جه في الكيتو بوديز دي ثلاث اسئله، ولما تعد درجاتهم تلاقيهم ب 15 درجه وما تلاقيش حاجه ثانيه جت في الليبل خالص. يعني هو كل الاسئله اللي جت في الامتحان مشطر الليبل كله جت في الموضوع ده، جت فيه 15 درجه في الكيتو بوديز، مع ان هم ثلاث صفحات. يعني عندك انت في الكتاب او في المذكره هم ثلاث صفحات، فانا مش هقدر اوقع اكثر من كده ان الموضوع ده اهم موضوع في الليبل خلاص كده، ولازم يذاكر كويس جدا ويتحفظ عشان بيتسال فيه كتير قوي 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 من ضمن الكيسز الكتير قوي تيجي في الامتحان الكيتو بوليس. طيب اولا احنا عاوزين نعرف ايه هم الكيتو بوليس دول وهنعرفهم دلوقتي، وبعد كده اسمها كيتو جينيسيس يعني عمليه تخليق الكيتو بوليس، وحاجه اسمها كيتوليسيس يعني عمليه تكسير الكيتو بوليس. خلاص يبقى احنا عندنا حاجه كده هنعرفها اسمها كيتو بوليس، ازاي بيتكونوا وازاي بيكسروا الكلام ده كله. طيب احنا دلوقتي في الليبت اخدنا كام ربع كده؟ اخدنا اول ربع حاجه اسمها ايه؟ ها؟ لايبو عشان ما ننساش لايبو جينيس، وقلنا ان هو ثلاثه ستيبس، واهم ستيب فيهم حاجه اسمها فاتي اسيد اوكسيديشن، واخدنا ريجوليشن او فاتي اسيد سنس، خدنا ريجوليشن بتاعي. تاني حاجه خدنا حاجه اسمها لايبوليس صح؟ واللايبوليس ده طلعنا منه فاتي اسيد، والفاتي اسيد ده عمل له اوكسيديشن وخدنا انواع الاوكسيديشن. تالت حاجه اللي احنا بناخدها النهارده دي اللي هي الايه؟ الكيتو بوليس. الكلام اللي انا هكتبه ده مش مكتوب في الكتاب وفي المذكره، اكتبه معايا اللي انا هقوله ده في الاول عشان نفهم اصلا يعني ايه كيتو بوليس. اول حاجه احنا اخدنا زمان الجلوكوز، والجلوكوز ده كان بعد خطوات كتير كده ممكن اوصل منه لحاجه اسمها اسيتايل كو اي. انت عارف كده كويس ان الجلوكوز ده ممكن يطلع حاجه اسمها اسيتايل كو اي. الجلوكوز دوت بيخش في الجلايكوليسيس يطلع بايوفيت، وبعد كده البايوفيت بحاجه اسمها بايوفيت دي هيدروجينيز كومبلكس كان بيتحول لاسيتايل كو اي، فانا اقدر اجيب الاسيتايل كو اي ده من الجلوكوز. طيب جميل. المره اللي فاتت اخدنا كمان ان الفاتي اسيد لو احنا عملنا له اوكسيديشن هو كمان بيطلع اسيتايل كو اي. يبقى انا هكتب كده كمان الفاتي اسيد ممكن اوصل منه لاسيتايل كو اي. قلنا كده مثال حتى ان البالميتيك اسيد لما نكسره يطلع 8 اسيتايل كو اي. يبقى انا الاسيتايل كو اي اللي انا ممكن اوصل له جوه الميتوكوندريا ممكن يجي من الجلوكوز، وممكن كمان يجي منين؟ من الفاتي اسيد. طيب ايه الفرق ما بين الاسيتايل كو اي ده والاسيتايل كو اي ده؟ في فرق مهم جدا. ايه؟ ان الجلوكوز ده زي ما بيقدر يجيب الاسيتايل كو اي بيقدر يجيب حاجه مهمه جدا اسمها اوكزالو اسيتيل. تكتب معايا الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا. يعني كمان الجلوكوز يقدر هو نفسه نجيب منه اوكزالو اسيتيل. ازاي؟ ما هو الجلوكوز ده هو لما هيخش ويجيب البايوفيت، احنا قلنا ان البايوفيت ده عامل مشترك ممكن يتحول جوه الميتوكوندريا لاوكزالو اسيتيل، وممكن يتحول جوه الميتوكوندريا لاسيتايل كو اي. يبقى انا هقوم كاتب هنا في النص كده بايوفيت، لان هي دي كلمه السر بايوفيت دي، وهي اللي بتجيب ده وهي اللي بتجيب ده. يبقى تاني الاسيتايل كو اي ده ممكن يجي من الجلوكوز صح واخدناها، وخلاص عرفنا ان الاسيتايل كو اي ده ممكن يجي من الليبل واخدناها. ايه الفرق ما بين الاسيتايل كو اي ده والاسيتايل كو اي ده؟ ان الاسيتايل كو اي ده اهو اللي بيجي من الجلوكوز، كمان الجلوكوز يقدر يجيب مين؟ ها؟ اوكزالو اسيتيل. طيب ماشي. وبعدين يقول لي طب ما الاثنين دول ممكن يخشوا حاجه اسمها سيتريك اسيد سايكل اللي هي الكريبس سايكل صح؟ في سؤال مهم جدا، ايه بقى؟ لو انت مكان الجلوكوز وبعدين قعدت شويه كده تجيب اسيتايل كو اي خلاص وما بيجيبش اوكزالو اسيتيل، فالاسيتايل كو اي ده بدا يعلى عندك، انت لو مكان الجلوكوز هتعمل ايه على طول؟ هتبطل تجيب اسيتايل كو اي. احنا قلنا كده الاسيتايل كو اي هيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الايه؟ السكه دي صح كده؟ والاسيتايل كو اي ده خدناه في الجلوكونوجينيسيس هيبدا يجيب مين؟ ها؟ هيبدا يجيب اوكزالو اسيتيل. فدايما دايما اي اسيتايل كو اي بيطلع من الجلوكوز بيعمل بالانس ما بينه وما بين مين؟ ها؟ ما بينه وما بين الاوكزالو اسيتيل. لازم ما بين ان في اسيتايل كو اي جاي من الجلوكوز لازم على طول هتلاقي مين؟ ها؟ هتلاقي اوكزالو اسيتيل. جميل. يبقى الاسيتايل كو اي بتاع الجلوكوز ده دايما بيخش حاجه اسمها ايه؟ ها؟ سيتريك اسيد سايكل. طب تعالى الاسيتايل كو اي تاني ده اللي احنا خدناه امبارح الحصه اللي فاتت. لو الفاتي اسيد طلع اسيتايل كو اي احنا قلنا الاسيتايل كو اي ده هيعمل ايه؟ والله ممكن يخش سيتريك اسيد سايكل. احنا قلناه وحسبناها حتى لما جينا قلنا الفالميتيك اسيد طلع 129 قلنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا 35
وعندنا الثمانية أسيتايل كوي لو دخلوا كيف سايكل يدونا كذا صح؟ طيب ايه الشرط ان الأسيتايل كوي دوت يخش الستيك أسيتايكل؟ ايه الشرط؟ لازم يبقى فيه ايه؟ لازم يبقى فيه بقى نحكي على السهم هنا كده أوكزالو أسيتيل. الأوكزالو أسيتيل ده جاي من فاتي أسيد ولا جاي من الجلوكوز؟ الجلوكوز. فاتي أسيد ما بيجيبش أسيتايل كوي صح كده؟ يبقى مين اللي متحكم ان الأسيتايل كوي بتاع الليبن يدخل في الكريبس سايكل؟ كربوهيدرين. طب ماشي افرض بقى السهم الثاني ده هو حصه النهارده، افرض ان مفيش اوكزالو اسيتيل، الكربوهيدرات ما تعطفش علينا، الكربوهيدرات قال لها مش هديك استايل كوي خلاص مش هديك الاوكزالو اسيتيل، وانت بتعمل فاتي اسيد اوكسيديشن، بص انت بتعمل فاتي اسيد اوكسيديشن وعمال تطلع استايل كوي وما عندكش اوكزالو اسيتيل، ايه الحل؟ الاوكزالو اسيتيل ده يدي حاجه اسمها كيتون بودز، يتفاعل مع بعض ويدي كيتون بودز. يبقى الكلام ده مهم، الاسئله دي مهمه جدا في ايه؟ بسالك سؤال مهم قوي، يقول لك ايه مصدر الاسيتايل كو ايه بتاع الكيتون بودز؟ ما هو خلاص احنا هنعرف ان الكيتون بودز دي بتيجي من الاسيتايل كو ايه، بس السؤال مش كده، السؤال ايه بقى؟ انهو اسيتايل كو ايه في الجسم؟ هل الاسيتايل كو ايه اللي بيطلع من الكربوهيدرات من الجلوكوز؟ ولا الاسيتايل كو ايه اللي بيطلع من الليبيد ولا الاثنين؟ اقول له لا. بتاع الجلوكوز ده عمره ما يدي كيتون بودز استحاله، لانه عمره ما يبقى موجود الا في وجود مين؟ الاوكزالو اسيتيل. هما بيعملوا بالانس مع بعض، زي ما الجلوكوز يقدر يدي اسيتايل كو ايه هو بيقدر، فمش ممكن ده يزيد عن ده، ادام المصدر واحد. الجلوكوز ده بيبقى زي ما بيدي اسيتايل كو ايه يدي اوكزالو اسيتيل، فيحافظ عليهم مع بعض عشان هما الاثنين يخشوا مين؟ سيتك اسيتايل. اما الفاتي اسيد غلبان، الفاتي اسيد ده ما بيعرفش يدي غير اسيتايل كو ايه، مش متحكم هو في مين؟ في الاوكزالو اسيتيل. فممكن لو انت زودت الفاتي اسيد اوكسيديشن بتاع الحصه اللي فاتت يقوم يزيد الاسيتايل كو ايه. طب بس انا ما اقدرش بقى افرض على الجلوكوز ان هو يوفر لي الاوكزالو اسيتيل، يقوم الحل ايه بقى؟ الحل ان الاسيتايل كو ايه اللي طلع من الفاتي اسيد يتحد مع بعض ويدي كيتون بودز. يبقى انا الجمله المهمه قوي في الحصه في بدايه الحصه كده، مصدر الكيتون بودز منين؟ ها؟ الاسيتايل كو ايه اوف فاتي اسيد اوكسيديشن، اهم جمله في الحصه كلها. كيتون بودز اسيتايل كو ايه، بس مش اي اسيتايل كو ايه كده، لا ده الاسيتايل كو ايه اللي بيطلع من الفاتي اسيد اوكسيديشن بس. يبقى انت عرفت بس، وعرفت بس ليه؟ ليه؟ لان هو الاسيتايل كو ايه اللي بيبقى موجود في عدم وجود الايه؟ الاوكزالو اسيتيل. هو ده الاسيتايل كو ايه اللي ممكن يبقى موجود في جسمنا في عدم وجود الاوكزالو اسيتيل، اما بتاع الكربوهيدرات ده عمره ما يبقى موجود الا اذا كان موجود معاه ايه؟ ها؟ موجود معاه اوكزالو اسيتيل. طيب نبدا بقى النهارده، يبقى احنا كل شغلنا النهارده على اني اسيتايل كو ايه يا شباب؟ ها؟ الاسيتايل كو ايه اللي طلعناه الحصه اللي فاتت. خلاص كده؟ مش اللي بيجي من البايوفيت خالص. الاسيتايل كو ايه اللي بيجي من الفاتي اسيد اوكسيديشن. تعال بقى نشوفه لو كتب هيحصل ايه. اول حاجه الباسوي اللي انا هرسمه ده، بما ان ده اهم موضوع في الليفل يبقى ده اهم باسوي في الليفل. ادي الاسيتايل كو ايه اهو، مش عاوز صوت. ده الاسيتايل كو ايه اللي هو خرج من الفاتي اسيد اوكسيديشن وما عرفش يخش الكريبس سايكل عشان ما فيش اوكسيدو اسيتيل. هيحصل ايه؟ يجي الاسيتايل كو ايه ده يتفاعل مع اسيتايل كو ايه كمان. ما احنا ما عندناش حاجه تاني، هو الباسوي كله اسيتايل كو ايه، هو شويه اسيتايل كو ايه كتير كده مش عارفين نخلص منه. فهيجي اثنين منهم يتفاعلوا مع بعض، ادي واحد وادي واحد. لما يتفاعلوا مع بعض هنخرج حاجه اسمها كو اش اللي هو الكو انزيم اي. يبقى احنا هنفعل اثنين اسيتايل كو مع بعض ونخرج واحد ايه؟ كو اش. طيب فين الكو اش اللي هيخرج؟ اقول لك هناخد الاس كو دي وفاضل اتش، فهناخد الاتش من هنا. يبقى انا خدت الاس كو ده اهي وخدت معاها اتش من الاسيتايل كو التاني والزق اللي فاضل في بعضه. ايه اللي فاضل؟ سي اتش 3 سي دبل بوند او، ده اللي فاضل هنا بعد ما خدت الكوي. طب وايه اللي فاضل هنا؟ دي خلاص شايف منها هيدروجينه، فبقى فاضل سي اتش 2 سي دبل بوند او اس كوي. فهكملها كده، اقول ماسكه في سي اتش 2 سي دبل بوند او اس كوي. يبقى انا اول معادله اخدت الاسيتايل كو ايه مع الاسيتايل كو ايه وطلعت الايه؟ الكويش. اول حاجه الانزيم ده اسمه ايه؟ ثايو عشان بيشتغل على البونس بتاعت الكبريت بيكسرها، ثايوليز. يبقى الانزيم ده اسمه ثايوليز،
ثايوليز. اي حاجه تكسر البوند اللي في الاس دي يقولوا عليها ايه؟ ثايوليز. طيب والمركب اللي طلع ده اسمه ايه؟ اقول المجموعه دي احنا كنا بناخدها من السنه اللي فاتت اسمها اسيتايل او اسيتو، صح؟ مش احنا كنا بنقول سي اتش سي ميثايل سي اتش سي سي او دي الاسيتايل، اما نقول ان اسيتايل بالجوز امين مثلا يبقى دي الاسيتايل. يبقى انا بقول عليها هنا اسيتو، ما بنقولش اسيتايل كلها، فيبقى اسمه اسيتو اسيتو، دي اسيتو لما تشوفها بعد كده. طب وده ايه؟ ها اسيتايل كوين، فيبقى اسمه كده اسيتو. وبعد كده ده اسيتايل كوين، هو كل فكره شايل هيدروجين عشان اربط فيها الاسيتو بس، يبقى اسيتو اسيتايل كوين. يبقى المركب ده اسمه اسيتو اسيتايل كوين. اجمل حاجه في المعادله دي ايه؟ اقول له اجمل حاجه فيها انها ريفرسبل، عشان استخدمها تاني كمان شويه. يعني انا لو عندي اسيتو اسيتايل كوين ده، لو عندي اسيتو اسيتايل كوين ده ودخلت عليه كواش، يعني كسرت البوند دي وخدت الاتش دي حطيتها هنا، اطلع اسيتايل كوين، واخد الاس كوين دي احطها هنا، يبقى اطلع كمان اسيتايل كوين. يعني انا ممكن ارجعه تاني اثنين اسيتايل كوين. يبقى المعادله دي ايه؟ اقول له المعادله دي ريفرسبل. اول معادله شويه اسيتايل كوين كتير عندي كده وطلعت المنظر ده. طب كمل معايا كده، ايه المعادله الثانيه؟ اقول له زي الاولانيه بالظبط. بص هنعمل ايه؟ هندخل اسيتايل كوين تاني جديد سي اتش 3 سي دبل بوند او اس كوين، وهنعمل ايه؟ وهنطلع كواش برضه. كل الفكره هنا الزياده ان انا هدخل اتش 2 او، دي الزياده. يبقى هي نفس المعادله تاني، هاخد المركب ده واقوم ضايف عليه اسيتايل كوين جديد. شايف الباس واي؟ كل فكره الباس واي ايه؟ ان انا عندي شويه اسيتايل كوين مش عارف اعمل بيهم ايه، فبيبداوا يتفاعلوا مع بعض. فانا عندي دلوقتي اسيتو اسيتايل كوين، هضيف عليه اسيتايل كوين جديد، وبرضه هطلع الكواش وندخل ميه هنا زياده. طيب اول حاجه تعالى نطلع الكواش ده عشان نخلص منه. فين الكواش ده؟ هنطلعه منين؟ قال لي هنطلعه من الاسيتايل كوين اللي احنا لسه مدخلين دوت. فهاخد من هنا اس كوين اهي من على السهم كده، وهاخد الاتش دي. يبقى انا الكواش اللي داخل اللي طلع ده خدته من الاسيتايل كوين الجديد، ما قربتش لسه ناحيه المركب ده خالص. خدت الاسيتايل كوين الجديد ده اللي داخل، طلعت منه الاس كوين اللي هي الايه؟ الكواش. طيب وبعدين هنكتب ده زي ما هو. يلا كده سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 2 سي دبل بوند او اس كوين. ده نفس المركب لسه ما عملناش حاجه، نقلنا الاسيتو اسيتايل كوين ناحيه دي. فاضل ايه عاوزين ندخله على المعادله؟ سي اتش 2 سي او، وايه كمان؟ واتش 2. عشان نعرف ندخل الكلام ده هنا هنكسر بوند لازم. انهي بوند هتتكسر؟ قال لي السي دبل بوند او اللي هي البعيده دي اهي، يبقى هكسر البوند دي كده. لو انا كسرت البوند دي بقت الكربونه دي محتاجه بوند، وبقت الاكسجينه دي محتاجه بوند. طيب نيجي على الكربونه نضيف عليها ايه؟ الحته اللي على بعضها دي اللي هي سي اتش 2 سي او اللي هي فضه دي اهي سي اتش 2 سي او، نضيفها على الكربونه اللي موجوده. طيب فاضل لنا ايه عاوزين ندخله؟ الاتش 2 وهي باينه تتحط فين طبعا؟ هقوم هنا دي محتاجه اتش ودي محتاجه او اتش. يبقى تاني المعادله دي احنا اخدنا الاسيتو اسيتايل كوين، اسيتو اسيتايل كوين هنكتبه زي ما هو، ومن على السهم ندخل ونخرج، هندخل الاسيتايل كوين ونطلع الكواش من على السهم. يبقى انا شلت الاس كوين والاتش من هنا، فاضل سي اتش 2 سي او وفاضل اتش 2 او. طيب ادي المركب زي ما هو، وجيت كسرت البوند اللي هنا، دي محتاجه بوند، احط السي اتش 2 سي او على بعضها هنا، وبعدين اوزع الميه احط هنا او اتش واحط هنا ايه؟ اتش. طب المركب ده اسمه ايه؟ السؤال فين الكربون رقم واحد؟ اللي ماسكه في الاس، احنا اتفقنا في الاس خلاص. يبقى دي كربون رقم واحد هي سيدا بوند، وبعدين دي كربون رقم اثنين، وبعدين دي ثلاثه. فين الكربون رقم اربعه؟ دي ولا دي؟ اللي فوق، لان اللي فوق هتكمل كده خمسه، واحنا بناخد مع البرانش الاطول صح؟ لو احنا كده قلنا اربعه يبقى ايه خلصنا، يبقى احنا هنقول دي اربعه وبعد كده دي خمسه. يبقى اول حاجه المركب ده خمسه كربون، هناخده تاني في البروتين مش مهم. الكربون رقم ثلاثه فيها ميزه مهمه قوي، ايه؟ ما هو انسى دول، انسى دي وانسى دي، المركب ده سي سي اتش 2 سي اتش كده. يبقى الكربون رقم ثلاثه دي فيها ايه زياده؟ وفيها ايه زيادة؟ بص المركب ده اسمه ايه؟ تلاتة ميثايل، وبعدين تلاتة
هيدروكسي. وهو في عند الكربون رقم 3 ميثايل وهيدروكسي. طيب امال لو كان دي سي اتش 2 عادي كان هيبقى اسمه ايه اللي جاي ده بقى؟ جلوتورايل كو اي الفاتي اسيد. بص لو انت دي سي او او اتش وبعد كده سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 ده حاجه اسمها جلوتيريك اسيد، هناخده في البروتين جلوتيريك اسيد. الجلوتيريك اسيد ده لما نحط عليه كو اي يبقى اسمه ايه؟ جلوتورايل كو اي. طب جلوتورايل كو اي ده ساده ولا عليه حاجه؟ اقول له لا، عند كربون رقم 3 في ميثايل وفي هيدروكسي، يبقى اسمه ميثايل هيدروكسي جلوتورايل كو اي. طيب انت الكلام ده بقى ليه اختصار مهم جدا 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 لازم يجي لك في امتحان اخر السنه. اتش ام جي كو اي اكتب عليه، لازم يجي في امتحان اخر السنه وانت بتكتبه كده في الامتحان. يقول لك بيتكون ازاي، بيتكسر ازاي، اهميته ايه، الريجريشن بتاعه، لازم يجي في سؤال. الاتش ام جي كو اي ده مفيش امتحان بايو في سنه ثانيه ما يتسالش فيه في المركب ده. ايه ده بقى؟ اهو هيدروكسي ميثايل جلوتورايل كو اي. هيدروكسي ميثايل جلوتورايل كو اي اللي انا بقول عليه ده. هيدروكسي ميثايل جلوتورايل كو اي. مهم جدا المركب ده. ولانه مهم الانزيم اتسمى باسمه، اسمه كده. اتش ام جي كو اي سينسيز. يبقى ده الانزيم اللي بيكون الاتش ام جي كو اي سينسيز. يبقى اتش ام جي كو اي هيدروكسي ميثايل والخمسه دول جلوتورايل بس ماسكين في كو اي. يبقى اسمه اتش ام جي كو اي. الراجل ده هنعرف ان هو مصدر الكيتون بودس اللي بتسيب فيه قوي ومصدر الكوليسترول ان شاء الله. لما نيجي ناخد الكوليسترول هنقول كاتبينه تاني ونقول ده اللي بيدي الكوليسترول عشان تعرف ان هو مهم. طيب وبعدين المركب ده يحصل فيه ايه بقى؟ خش بقى المعادله اللي بعدها. يبقى المعادله دي مهمه وكونت مركب مهم قوي اسمه اتش ام جي كو اي. يبقى انا ضفت اسيتايل مع استايل وطلعت كو اش، طلعت اسيتو استايل كو اي. ضفت استايل تاني وطلعت كو اش، زودت ميه. بص هنا بقى اول خطوه هنخرج فيها اسيتايل كو اي. يبقى المعادلات كلها استايل كو اي. يبقى انا عندي بعد ما كونت الاتش ام جي كو اي ده هشيل منه استايل كو اي. يلا في استايل كو اي جاهز قدامنا كده هنشيله وتعلم فيها عندك كده. بص اهو ادي استايل كو اي جاهز اهو، اشطب عليه كده عندك. يبقى انا هاخد الاتش دي اللي انا لسه حاططها بتاعت الميه دي وهاخد بقى معاها اخر جزء من المركب اللي هو سي اتش 2 فكده بقت سي اتش 3 اهي سي اتش 3 وبعد كده سي دبل بوند او اس كو على بعضها كده. هاخد الاستال كو ده اخرجه تاني واكتب اللي فاضل. ايه اللي فاضل؟ لو انا بصيت كده هلاقي اللي فاضل سي اتش 3 من هنا بقى كده وبعد كده السي او دي ما بقتش معاها هيدروجين اتشالت راحت مع الاستايل كو اي فبقت سي دبل بوند او سي دبل بوند او. وبعدين الجزء اللي فوق اللي هو ايه؟ اللي هو سي اتش 2 سي او اتش تاني. يبقى انا بعد الاتش ام جي كو اي المركب المهم قوي ده هخرج استايل كو اي اهو على بعضه كده. فاضل سي اتش 3 سي او وبعد كده سي اتش 2 سي او اتش. المركب ده اسمه ايه؟ اقول له تعالى سميه زي الاخوه اللي فوق بالظبط. هو احنا سمينا الحته دي فوق ايه؟ اسيتو اسيتو. كنا بنقول اسيتو وبعد كده ايه؟ اسيتايل كو اي. مين ده؟ ده الاسيتيك اسيد سي اتش 3 سي او اتش بس بقت 2 عشان يمسك في الاسيتو. يبقى اسمه ايه؟ اسيتو اسيتيك اسيد اللي هو اسمه يعني اسيتو اسيتيت. فانت عارف ان الاسيتيت ده اللي هو الاسيتيك اسيد. يبقى المركب ده اسمه اسيتو اسيتيك اسيد اللي هو الاسيتو اسيتيت. الاسيتو اسيتيت ده تكتب عليه رقم واحد، ده اول كيتون بودي عشان تعالى تحفظهم. يبقى اول كيتون بودي اسمه ايه؟ اسمه اسيتو اسيتيت. بيجي منين؟ بيجي من المركب المهم جدا جدا اللي هو اسمه اتش ام جي كو اي. طيب ولان المركب ده مهم سمينا الانزيم ده باسمه وهنسمي ده باسمه هو كمان، هنسميه كده اتش ام جي كو اي لايز بيكسر. يبقى اللي بيبنيه واللي بيكسر. يبقى اسمه اتش ام جي كو اي لايز. طلع مين؟ اقول له طلع الاسيتو اسيتيت اللي هو الفيرست كيتون بودي بيظهر في جسمنا. طيب الاسيتو اسيتيت ده هو بقى نفسه بيدي اثنين كيتون بوديز كمان. عشان تعرف في النهايه ان الكيتون بوديز دول ثلاثه. الاسيتو اسيتيت
والاثنين اللي بيطلعوا منه. اول حاجه بيطلع منه واحد عن طريق الديكربوكسيليشن، يعني تشال سي او 2 بس، وبيحصل الكلام ده سبونتينيوس يعني من غير انزيم. طب تعالى نشيل سي او 2، مفيش غيرها، لو بصيت في المركب كده مش هتلاقي غير هي سي او 2 واحده جنب بعضها كده اهي، شيلها. لو شلت دي اكتب اللي فاضل سي اتش 3 سي دبل بوند او، وهات الاتش دي جنب اخواتها تبقى هي كمان سي اتش 3 اهو، سي اتش 3 سي دبل بوند او وبعدين سي اتش 3 تاني. مين الراجل الظريف ده؟ ده اسمه اسيتون، وده رقم 2 تكتب عليه الكيتون بودي رقم 2 اسيتون. اسيتون يبقى الاسيتون سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3 تاني، عشان كده الداي هيدروكسي اسيتون اللي خدناه في الكربوهيدرات كان عباره عن ايه؟ السي اتش 3 دي بقت سي اتش 2 او اتش، ودي سي اتش 2 او اتش، فسميناها كده او اتش او اتش على الاسيتون، داي هيدروكسي داي هيدروكسي اسيتون. طيب تاني واحد اللي بيطلع تاني كلوتين او اخر بقى كيتون بودي بيطلع اسيتو ستيت، هنعمل ايه؟ هنضيف على الاسيتو استيت ده هيدروجينتين، ندخل الناد اتش بلس اتش ونطلع الناد. وطبعا اكيد الانزيم هيبقى اسمه ايه؟ دي هيدروجينيز. امال هنا الانزيم اسمه ايه؟ فيش انزيم، سبونتينيوس. طيب يلا الهيدروجينتين نحطهم فين؟ ما لهمش غير مكان واحد، اكيد عند الدبل بوند دول مش هنعرف نحطهم في حته ثانيه، فهنكسر البوند دي وتبقى سي اتش او اتش، ونكتب بقى الايه المركب الاخير سي اتش 3، وبعد كده سي بدل ما هي او بقى بقت سي اتش، وبعد كده الاو بقت جنبها اتش هي كمان، وبعدين CH2 COOH، ويبقى ده تالت كيتون بودي. مين شاطر يقول لي اسمه؟ هو الفاتي اسيد لما يبقى 4 كربون يبقى اسمه؟ خدناه في الكارنيتين بيوتيريك اسيد، ولما تبقى دي رقم واحد ودي رقم اثنين ودي رقم ثلاثة يبقى 3 هيدروكسي بيوتيريك اسيد، اللي هو لو كملت عليه وحطيت عند 4NH2 بقت امينو، وبعد كده الاتش 2 شلتها وحطيت 3 ميثايل بقى تراي ميثايل بقى اسمه كارنتين، بس هو هنا اسمه ايه بقى؟ 3 هيدروكسي 3 هيدروكسي بيوتيريك اسيد، وتكتب عليه رقم 3 ده ثالث كيتون بودي. يبقى لما اسالك اقول لك مين الكيتون بودز تقول لي 3 اسيتو اسيتيت اسيتون 3 هيدروكسي بيوتيريك اسيد، اسيتو اسيتيت اسيتون وبعد كده ايه 3 هيدروكسي بيوتيريك اسيد، هم دول الايه؟ هم دول الكيتون بودز. والباسوي اللي قدامك ده اهم باسوي في الليبيد، واسمه ايه؟ كيتو جينيسيس، عمليه تخليف الكيتون بودز. اللي هم بيجوا منين؟ بيجوا من الاستالكو ايه. اي استالكو ايه؟ لا ده الاستالكو ايه اللي طالع من الفاتي اسيد. اشمعنى؟ لان هو اللي ممكن يطلع ومفيش ايه؟ ومفيش اوكزيرو اسيتيت. مين اهم مركب في الباسوي ده؟ اقول له المركب العظيم ده اسمه ايه؟ اتش ام جي كو ايه، لان هو اللي بيدي بعد كده اول كيتون بودز. طيب بصوا على الاسئله دي، لما يحصل عندي ان الكيتون بودز ديزيز، مين اكتر كيتون بودي في الايه في الجسم؟ اعلم على ده كده على الرسمه واكتب عليه الموست كومون او الموست اباندنت، يبقى اكتر واحد بيخرج في جسمك هو ايه؟ هو الراجل العظيم ده اللي اسمه 3 هيدروكسي بيوتيريك اسيد. يبقى مين اكتر واحد بيتكون؟ اقول له ده. طيب امال مين اقل واحد بيتكون؟ اقول له ده. يبقى الاسيتون ده هو اقل واحد بيتكون. مين شاطر يقول لي ليه؟ ليه الاسيتون اقل واحد بيتكون؟ لان مفيش انزيم. احنا عارفين ان الباس واي اللي بيحصل في الانزيم ده عامل محفز، صح؟ يعني كاتاليتيك ايجنت. لما يبقى عندي سكتين، سكه بتشتغل بانزيم وسكه بتشتغل من غير انزيم سبونتينوس على ما ربنا يفرجها، يبقى مين اللي يشتغل اكتر؟ ابو انزيم ده. ومين اللي كل فين وفين يشتغل؟ اللي من غير انزيم ده. فلانه بيحصل سبونتينوس يبقى الفورميشن بتاعه في الجسم ايه؟ قليل قوي. بس هو قليل وليه ميزه ايه؟ ان انت لما تبص عليه كده تلاقي اصغر واحد فيهم، صح؟ سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3 خفيف الراجل ده. فعشان خفيف بيحصل له حاجتين مهمين قوي، بينزل في اليورين كتير، بيعدي يعرف يعدي في الفلتريشن في العيون وينزل، والحاجه الثانيه بيظهر في اللنج ويتشم في النفس، لانه فولاتايل. فولاتايل يعني بيطير خفيف، خلاص كده. يبقى ايه ميزه الاسيتون؟ هو قليل، قليل لانه سبونتينوسلي فورمد،
بس الميزه بتاعته ان هو اول واحد انا بكتشفه، لان هو بينزل في اليورين كتير بكميه كبيره، وفي نفس الوقت بيظهر في النفس. عشان كده لما يجي لك في الكيس يقول لك البريث بتاعه ليه اسيتون اودر، نفسه ريحته اسيتون. خلاص كده يبقى معناها ايه على طول؟ معناها ان الكيتون بوديز دي كتلت قوي في ايه؟ كتلت قوي في جسمه. طيب يبقى الباسوي ده اسمه كيتوجينيسيس، وقلنا ان هو بيتكون من الاسترك ايه اللي جايين منين؟ اهم حاجه بقى فين مكانه؟ ايه السايد بقى اللي بيحصل فيه الباسوي ده؟ مين شاطر يقول؟ العظيم بتاعنا اللي هو اسمه ايه؟ ليفر، بس فقط لا غير، نقطه. يبقى مفيش اي مكان في الجسم يعرف يكون الكيتون بودز غير مين؟ ها؟ غير مين؟ غير الليفر فقط. طيب السؤال الثاني على طول، دي اسئله مهمه جدا. ها؟ فين في الليفر؟ اقول له في الميتوكوندريا. يبقى السايت اوف الكيتوجينيسيس في اماكن كتير اهمهم الليفر؟ لا. امال فين؟ في الليفر بس. فين في الليفر؟ اقول له في الميتوكوندريا اوف ذا ليفر. يبقى الكيتوجينيسيس ميتوكوندريا اوف ذا ليفر بس، ولا كدني ولا اي حاجه ثانيه. هو الليفر التشو الوحيد اللي في ايه؟ اللي ربنا خلقه في كل الانزيمز دي اللي تقدر تعمل كل الباسوي ده جوه الميتوكوندريا وتكون الكيتون بودز. طيب الحمد لله كونت الكيتون بودز في الميتوكوندريا وفي الليفر. طيب يحصل لها ايه بقى؟ تتكسر. نيجي بقى على حاجه ثانيه اسمها كيتوليسيس. مش عاوز صوت. الكيتون بودز اللي اتكونت دي اتكونت امتى؟ مين شاطر يقول؟ لما الفاتي اسيد اوكسيشن حصل كتير وبقى في استر كتير، صح؟ اللي هو امتى بقى؟ لما يبقى في شوكزارا ستيم، اللي هو امتى؟ لما يبقى في ستارفيشن، صح؟ فكر معايا كده، هو يعني ايه ستارفيشن عندنا في الكيمياء؟ ستارفيشن تساوي نو كربوهيدرات. ستارفيشن يعني مجاعه، بس عندنا في الطب اهم حاجه في المجاعه دي ايه؟ ان مفيش كربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات انتيك قل. طيب فانا لما يبقى عندي ستارفيشن مفيش كربوهيدرات، طبيعي جسمي هيعتمد في الطاقه بتاعته على الليبل، هيبدا يحرق الليبل ويطلع طاقه فعلا، لان في 35 بيطلعوا من غير الكيبس سايكل. بس المشكله ان هو بعد ما طلعت 35 انا وفرحت بيهم طلع لي حاجه اسمها ايه؟ الاستايكوي. والاستايكوي ده اكيد مش لاقي اوبزرفر ستيت لان مفيش كربوهيدرات، فيبدا يكون الايه؟ الكيتون بودز. يبقى الاستارفيشن دي من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن يحصل فيها، اللي ممكن يحصل فيها قصه دي. طب تعالى حاجه ثانيه. ايه رايك لو واحد اكله كله فات دايت، وفي نفس الوقت قليل جدا في الكربوهيدرات دايت، يعني مش حتى بايه؟ بيوزع كده، لا ده هو اكله معظمه فات وما فيهوش كربوهيدرات كتير. طيب ايه المحصله؟ فات هيتهضر وهيخش جوه الجسم وهيتحرق ويطلع منه ايه برضه؟ استالكو ايه؟ والاستالكو ايه ده نفسه في شويه ايه؟ اوكسيدو ومفيش ايه؟ اوكسيدو. يبقى المحصله ايه برضه؟ اقول له يبقى المحصله ان هيحصل ايه؟ كيتوجينز. يبقى دول حاجتين مهمين جدا بيحصل فيهم، بيحصل فيهم. اديك امثله، في امثله كتير قوي هناخدها كمان شويه، بس انا اديك امثله امتى بقى نقول الكلام ده؟ امتى نقول ان في فاتي اسيد اوكسيديشن ومفيش اوكسيدو ستيت؟ ادي مثالين مهمين جدا. طيب حصل ان الليفر العظيم ده جوه الميتوكوندريا بتاعته بعد الباسوي الجميل ده طلع لنا حاجه اسمها اسيتو اسيتيت اللي هو اول كيتون بودي اهو ظهر في الليفر، وبعد كده الثلاثه هيدروكسي بيوتريت ظهر في الليفر. مش عاوز صوت، كلام مهم. دول اسمهم ايه؟ اقول له دول اسمهم كيتون بودز. طب انا ليه ما كتبتش اسيتون؟ هايف كده وبينزل في اليورين وبيطلع في النفس، مش مشكلتنا دلوقتي. دول اهم اثنين، الاسيتو اسيتيت اللي هو المصدر، واكثر واحد بيظهر في جسمنا اللي هو تيتا هيدوكسي بيوتيك. طيب بعد ما دول اتكونوا في الليفر، لان هو الليفر المكان الوحيد اللي بيكونهم، بيحصل ايه؟ قال الليفر يرميهم في الدم، يبقى دول هينزلوا في الدم. الكيتون بودز. يبقى الكيتون بودز مكانها الرئيسي في الدم. المخزن بتاعها هي بتتخزن جوه الدم. مش بتتخزن في الليفر ولا في المصر في اي حاجه، هو الليفر يكونها ويرميها في الدم، وهي لها نسبه بقى في الدم طبيعيه. لو الليفر بدا يحصل الحاجات دي وبدا الليفر يكون الكيتون بودز كتير، تبدا برضه الكيتون بودز تظهر فين؟ في الدم. طيب هو بيرميها في الدم ليه بقى؟ قال لي عشان تروح اي تشو تاني لو ربما التشو ده عاوز يستخدمها. زي مين اكتر تشوز بتستخدمها؟ قال لي زي المصل. تكتب جنبها كده اكسترا كيباتيك تشو. مثال ليها، اشهر مثال المصل.
طيب هو الليفر الليفر ده مش ممكن منه فيه كده بعد ما يكون الكيتون بودز ويلاقيها مش محتاجينها او هو يحتاجها يوم هو يستخدمها؟ استحاله. يبقى الكيتوليسيس الكيتوليسيس اللي هي بتحصل اللي انا هقولها دلوقتي تكسير الكيتون بودز دول بيحصلوا فين؟ ها؟ اكسترا هيبتاتيك تيشو. لا ده تكتبي جنبها كمان كده نيفر ان الليفر. يبقى الليفر يكون بس ما يقدرش يستخدم ليه؟ عشان اهم انزيم هقوله دلوقتي مش موجود في الليفر اصلا اللي هو بيكسر ده. يبقى الليفر يكون الكيتون بودز ويرميها في الدم. شكرا. بعد كده بقيه التيشو تقدر تستهلك الايه؟ الكيتون بودز دي هنعرف تعمل بيها ايه؟ بس المهم ان هي ما تحصلش ابدا فين؟ في الليفر كده. طيب هنفترض بقى ان الكيتون بودز دول وصلوا جوه المصر. ادي ثلاثه هيدروكسي بيوتيك اسيد اللي احنا لسه مطلعينه اهو. الراجل ده ثلاثه هيدروكسي بيوتيك ده. حد يحوله لي على طول كده لاخوه اللي هو جاي منه اللي هو اسمه اسيتو اسيتين. حد يعرف؟ اسيتين. ها؟ نفس المعادله لان المعادله دي ريفيرسبل فاكرين؟ مش هي كانت ناد اتش بلس اتش بتتحول لناد صح؟ كنت باخد هيدروجنتين احطهم على السي او تبقى سي اتش او اتش. طب رجعها عادي خلاص ما هو اصلا الدي هيدروجينيز ريفيرسبل. يبقى هو نفس المعادله لو انا اخدت التلات هيدروكسي بوتيك نفس المعادله بس انا هشيل هيدروجنتين يعني النات هيتحول لنات اتش بلس اتش دي هيدروجينيز. يبقى دي نفس المعادله ما فيهاش مشكله. يبقى انا سواء اخدت ده مباشره هحوله لاسيتو اسيتيت او انا ممكن اخد الاسيتو اسيتيت على طول مش هتفرق. المهم انا في الاخر وصلت لمين؟ الاسيتو اسيتيت. المعادلات دي معادله واحده بس وعليك اسماء وانزيمز بس مش عليك فورمولا. الاسيتو اسيتيت ده بقى اللي انا وصلت له اللي هو اهم كيتون بودي ده هعمل فيه ايه؟ هحوله للراجل العظيم ده اللي انت عارفه برضه اسيتو اسيتايل كو اي. خدنا ده اول واحد واحنا بنكون اسيتايل كو اي. اسيتايل كو اي طلعنا كواش اللي طلع اسمه ايه؟ اسيتو اسيتايل كو اي. انا بقى عاوزك تحول لي الاسيتو اسيتيت لاسيتو اسيتايل كو اي. مين شاطر يقول لي احط كلمه ايه؟ صح؟ اسيتو اسيتيت عاوزه اسيتو اسيتايل كو اي. احط ايه؟ كو اي. خلاص يبقى انا كل اللي عاوزه في المعادله دي كو اي. طب هي سهله ايه؟ لا ما هي مش سهله انت ابننا برضه لازم نعقدك بقى. بص بقى معايا كده هجيبها منين الاسيت الكو اي دي بقى؟ يقول لك زمان كده واحنا صغيرين كان عندنا معادله بيقولوا عليها ايه؟ ساكسينايل كو اي بيتحول لساكسينيت. فين دي؟ والله زمان كريبس سايكل. كنا بنحول فيها الساكسينايل كو اي لساكسينيت وكنا مسميين دي خطوه الاي تي بي عشان كان بيطلع فيها هي الوحيده لما بنكسر بنستخدم الطاقه ونحول اي دي بي وانرجانيك فوسفيت لاي تي بي. ما علينا يعني زمان ذكريات. وكنا بنطلع الكواش بقى. فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك في انزيم جميل قوي بيربط المعادلتين دول ببعض. يعمل ايه بقى؟ يبص كده للكريبس سايكل والخطوه بتاعت الساكسينايل كو اي بتحول ساكسينيت ويربط الكواش اللي طالع ده، الكواش ده هو اللي بياخده ويقوم ضايفه على الاسيتو اسيتيت يقوم يتحول لاسيتو اسيتايل كو اي. الانزيم ده اسمه ايه؟ هو ده الانزيم الوحيد اللي في البصويه، اسمه ايه؟ ثايو فوريز. اكتب عليه مهم جدا جدا جدا. ثايو فوريز. بيعمل ايه الثايو فوريز ده؟ بياخد الكو اي اللي طلع من الخطوه دي بتاعت الكريبس سايكل اللي هو الساكسينايل كو اي يطلع ساكسينيت ياخدها وفي نفس الوقت هو اللي يضيفها على الاسيتو اسيتيت يحوله لاسيتو اسيتايل كو اي. اسمه ايه ده تاني؟ اسمه ثايوفوريز. ساعات واحد يحب يضايقك يقول لك طب اسمه كده كو اي ترانس فيريز. قول له اه صح والله تمشي كو اي. ما هو نقل الكو اي بدل ما كان على الساكسينايل كو اي خده طلع ساكسينيت وحط الكو اي ده على الاسيتو اسيتيت بقى اسمه ايه؟ اسيتو اسيتايل كو اي. بس الاسم الاشهر اللي بيتقال فيه كتير قوي اسمه ايه؟ ها؟ ثايوفوريز. اسمه التاني؟ اسمه التاني كو اي ترانس فيريز. طيب ماشي. جبنا الاسيتو اسيتايل كو اي. جبناه خلاص. بس جبناه بمساعده مين؟ صح كده؟ اللي هي مين يعني؟ كريبسايكل. اللي هي اخرها حاجه اسمها ايه؟ انا عاوزك بقى تقدر تربط بينها ببعضها. اخرها حاجه اسمها ايه؟ اوكسالو ايه؟
حلو. يعني دي لو كملت، دي لو كملت هيطلع ايه؟ كوبزانو اسيتين. طب بص معايا كده، هو الاسيتو اسيتايلكو ايه ده؟ تعرف تكسره الاثنين اسيتايلكو ايه؟ تعرف ولا تعرفش؟ طيب هو نفس الانزيم اللي خدناه، مش هنقول تريبيزابول وحتى اقول اسمه ثايو ونيس، والراجل ده مهم عشان هنستخدمه تاني كمان شويه، لحقت تنسى كمان شويه. طيب يبقى انا لو جيت على الاسيتو اسيتايلكو ايه ده، كسرته عادي خالص وحطيت عليه كواش، هيطلع اثنين اسيتايلكو ايه. مين شاطر يقول لي اعمل ايه بالاسيتايلكو ايه لسه طالع ده الطازه ده؟ اربط مين؟ اربط الاوكسال اسيتيت اللي انا لسه ايه مستنيها من الكريبس سايكل، واقوم واخد الاوكسال اسيتيت دي مع مين؟ مع مين؟ مع الاسيتايلكو ايه. مين شاطر يقول لي لو انا عملت الحركه دي يبقى انا وفرت ايه؟ يعني لو انا جيت كده الكريبس سايكل شغاله وفي اخرها اوكسال اسيتيت خلاص كده، وانا في نفس الوقت رحت جاي اسيتايلكو ايه اللي جاي من الكيتون بودز ده اهو خدته فعلته مع الاوكسال اسيتيت ده اهو، يبقى انا وفرت ايه؟ وفرت جلوكوز. ليه؟ لان الاوكسال اسيتيت ده لما يطلع كان مستني جلوكوز يديله ايه هو كمان؟ ها؟ بايوفيت يديله اسيتايلكو ايه؟ فانا هاخد الاوكسال اسيتيت ده مع الاسيتايلكو بتاع الجلوكوز. طب انا ما عملتش كده، انا عملت ايه بقى؟ انا قلت للجلوكوز القليل الشويه الصغيرين ركز لي انت بس وهات لي مين؟ اوكسال اسيتيت بس. وانا هوفر لك مين؟ ها؟ هوفر لك الاسيتايلكو ايه اللي هو جاي من الكيتون بودز. يبقى انا الكيتون بودز دي مصدر من مصادر الاسيتايلكو ايه لما احتاجه في وجود مين بقى؟ ها؟ في وجود الاوكسال اسيتيت. يبقى تاني نقول بقى القصه الحدوته كلها تاني. يبقى انا عندي حاجه اسمها كيتوجينيسيس، اللي يفهم الكلام ده يبقى عمده على طول خلاص. يبقى ايه يعني حاجه كده محترمه قوي في الدكتور. يبقى انا عندي حاجه اسمها كيتوجينيسيس وعندي حاجه اسمها ايه بقى؟ ها؟ كيتوز. كيتوجينيسيس دي تحصل امتى؟ لما انا عمال احرق 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 كده فاتي اسيد وعمال اطلع اسيتايل كيو مش لاقي له سكه، مش عارف اوديه فين، فيقوم الليفر مجمعهم مع بعض وراميهم في الدم على شكل كيتون بودز. يبقى الكيتون بودز دي مخزنه لي ايه؟ ستورز اسيتايل كو. اقول لك ايه بقى؟ اقول لك طب والله طب انا عندي شويه اسيتايل كو اهو، خزن 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 اسيتايل كو ده في كيتون بودز وراميهم في الدم، لربما يجي وقت ونحتاج فيه الاسيتايل كو دوت لما يظهر لنا شويه جلوكوز كده صغيرين اه، بس لما يظهر ربنا يفرجها. يحصل ايه بقى؟ اقول له يبدا يظهر في المصل القصه دي شويه جلوكوز، بس انا مش قادر اعتمد عليهم كلهم، الجلوكوز قليل، فانا عاوز اوفر الجلوكوز. يقول لك ماشي، هات الاسيتايل كو ده دخله هنا كيتون بودز دي وكسرها، والكريبس شغاله على قدها كده وهي شغاله بتطلع في الاخر اوكسال اسيتيت. قول لي للجلوكوز اللي موجود انت ركز بس في الاوكسال اسيتيت، يعني البايوفيت تحول لاوكسال اسيتيت، وملناش دعوه احنا هنجيب لك احنا الايه بقى؟ الاسيتايل كو. الاسيتايل كو ده لما يظهر يقوم يتفاعل مع الاوكسال اسيتيت ده. مين شاطر يقول لي انا خدت حاجه قريبه من كده فين؟ يعني حاجة تقدر تفسر بيها القصة دي تاني واخدناها بالتفصيل. ما هو تأثير الأسيتايل كو إيه على الجلوكونيوجينيسيس؟ حد فاكر؟ طب معلش أنا مضطر أفكر. بص كده أما قلت مش عاوز صوت الكلام ده مهم لازم تفهمه. هو أنا لما قلت إن في ميتوكوندريا ربنا كرمها كده، وقلت ان الميتوكوندريا دي بيخشها بايوفيت، وقلت ان البايوفيت ده ليه سكه من اتنين، وقلت ان هو يا اما اوكسال اسيتيت يا اما ايه؟ اسيتايل كو. وقلت لك في حين من الاحيان الاسيتايل كو ده ممكن يزيد بس ما يبقاش مصدره البايوفيت، وكتبت لك كده اهو، يبقى مصدره ستارفيشن لما يحصل فاتي اسيد اوكسيديشن. كنت انت بترد عليا تقول لي ايه؟ تقول لي الاسيتايل كو ده هيوقف السكه دي ويشغل السكه دي ويخلي الاوكسال اسيتيت ده يبقى جلوكوز، صح؟ سبحان الله منفذه على بعضها كله في حته واحده. طيب يبقى انا لما اجي اقول لك طب ما هو مصدر من مصادر الاسيتايل كو ايه اهو اللي عمل القصه دي ايه؟ الكيتون بودز اللي هي اصلا جايه منين؟ من فاتي اسيت اوكسيديشن. يعني انا ممكن ازود هنا كلمه ايه بقى؟ كيتون بودز. ببقى فاهم لان الفاتي اسيد اوكسيديشن طلع استالكو ايه؟ مش لازم اشوفه بعيني كده استالكو ايه على طول، ما ممكن استالكو ايه ده يبقى الاول كيتون بودز وتنام في الدم وبعد كده هو اللي يديهولي في الاخر اللي ايه الاستالكو ايه ده. خلاص اهم انزيم اسمه ايه؟ ثايروكوين. انا عاوزك تقعد تاخده تدي مع نفسك في الموضوع ده كده لغايه ما تفهمه، ولو ما فهمتوش تعالى لي بقى. انا كده عملت عليها والله. طيب نيجي لاخر حاجه هنا، حاجه اسمها ايه بقى؟ ريجوليشن اوف الكيتون بودز ميتابوليزم. او صوت
يبقى انا لو سالتك قلت لك هو الكيتون بوديز دي مصدر من مصادر الطاقه؟ اه يعني ممكن استخدمها ده سورس اوف انرجي ولا لا؟ اه لانها بتديني ايه؟ السايكل وبتوفر عليا ايه؟ جلوكوز. طب هو ممكن الليفر يستخدم الكيتون بوديز دي از سورس اوف انرجي؟ لا. طب ممكن المصل يستخدمها؟ اه. طب ممكن البرين يستخدمها؟ لا لا يستخدمها. ايه ده؟ خلاص كده؟ ودي ميزه، بس عارف يستخدمها امتى؟ عشان الشفوي. يستخدمها بعد ما تعطشه من الجلوكوز 5 دقيقة. مش معنى تعطشه ان انت تموته، انا ما قلتش من غير ما تموته من الجلوكوز، قلت من غير ما تعطشه، يعني نسبة الجلوكوز تبقى أقل من الطبيعي. يعني يفضل هو محتاج جلوكوز، خلاص كده؟ بس لمدة قد إيه؟ 5 أيام، ممكن بعد 5 أيام ده بيحصل تشينجز في البلاد برين بارير، يقدر يعدي مين؟ الكيتون بوديز. بس هل يقدر يعدي الفاتي أسيد على طول؟ لا برضه. لان الكيتون بودز صغيره، لو قارنتها بحجم الفاتي اسيد اكبر واحد فيهم 4 كربونات الكيتون بودز، الفاتي اسيد 16 كربون، ما يعديش الفاتي اسيد، بس ممكن الكيتون بودي يعدي في البرين بعد قد ايه؟ اقول له بعد 5 ايام. يبقى بعد 5 ايام ستارفيشن، مش بعد 5 ايام موت، بعد 5 ايام ستارفيشن ممكن الكيتون بودز يتعدي في البرين، خلاص كده؟ وممكن لما تعدي في البرين يبقى انا وفرت على البرين شويه جلوكوز، لان انا هجيب له استاتكو ايه وهو عنده الاوكسيدو ايه؟ الاوكسيدو اسيد. طيب نيجي بقى للريجوليشن، ايه اللي ينظم عمليه تكوين الكيتون بودز دي؟ الرسمة الجميلة اللي احنا هنساها مع بعض. يلا اخر رسمة بقى. ده الليفر. وبعدين احنا عندنا في الدم فري فاتي اسيدز. الكلمة دي انا بعزها قوي. وانت كمان لازم تحسها معايا. اسمها ايه؟ فري فاتي اسيد. عشان انا عارف ان الفري فاتي اسيد ده معناها ان هو ماشي في الدم باوند تو البومين. والفري فاتي اسيد ده هو لما هيتاكسد كتير جوه الميتوكوندريا او في الليفر، بس جوه الميتوكوندريا او في الليفر هيطلع الكيتون بودز. فاللي بيحصل ان الفري فاتي اسيد ده جزء منه بيخش الليفر فري فاتي اسيد، وبعدين الفري فاتي اسيد ده بعد ما يخش الليفر في جزء منه برضه ربنا بيكرمه كده وعم كارنيتين البواب ده بيعديه جوه ايه؟ جوه الميتوكوندريا. يبقى هنا في حاجه اسمها كارنيتين بالميتويد ترانسفيريز واحد اللي هو على الوش، اللي هو اول واحد اللي هو بتاع الشاطل اللي هو لازم عشان الفاتي اسيد يدخل الميتوكوندريا يعدي فيه. وأي نوع من الفاتي اسيد؟ اللونج بس، لان الشورت والميديم بيعدوا من غير كارنيتين، وده مش شغلتنا النهارده، ولان الفيري لونج ما بيخشش ميتوكوندريا اصلا. طيب وبعدين الفاتي اسيد ده بقى لما يخش جوه الميتوكوندريا بيحصل له حاجه اسمها بيتا اوكسيديشن، حاجه محترمه جدا كده خدناها المره اللي فاتت، اسمها بيتا اوكسيديشن، لان هي دي اللي بتحصل جوه الميتوكوندريا. في انواع ثانيه احنا عارفينها، والبيتا اوكسيديشن دي اخرها استايلكولين. اخر البيتا اوكسيديشن دي استايلكولين. وبعدين الاستايلكولين ده احنا بقى فهمنا النهارده ان هو ليه سكه من اثنين. لو ربنا كرمه ولقى حاجه اسمها اوكزالو اسيتيت هيدخل الكريبس سايكل اللي هي سيتيك اسيد سايكل. لو ربنا ما كرموش ولقى الاوكزالو اسيتيت ما لقاهوش بقى هيتفاعل مع بعضه تاني ويعمل حاجه اسمها كيتون بودز. تبقى دي كده قصه الفاتي اسيد من ساعة ما كان في الدم لغاية ما بقى كيتون بودي. عدى بكام مرحلة؟ أقول له عدى بثلاثة. المرحلة الأولانية هنكتب عليها دي كده رقم واحد. وجوده في الدم. وجوده في الدم ده يأثر على الكيتون بودي أه؟ إزاي؟ هو لو الفري فاتي أسيدز كتر في الدم يبقى اللي هيخش الليفر كتير، يبقى اللي هيخش الميتوكوندريا كتير، يبقى اللي هيحصل له أوكسيديشن كتير، يبقى في كيتون بوديز كتير. يبقى أول فاكتور يأثر على الكيتون بودز اكتب رقم واحد فري فاتي اسيدز ان بلاد. اما اجي اقول لك فاكتورز افكتنج الكيتوجينيسيس، ايه اللي يأثر على تكوين الكيتون بودي؟ اهو من على الرسمه كده ما تنساهاش. الراجل ده لو زاد هيزيد الكيتون بودز، هيزيد الكيتوجينيسيس، والعكس بالعكس لو قل هيقل. طيب وتقوم كاتب ثلاث امثله تقول لي هم هيزيدوا فيهم ولا هيقلوا؟ والتالت خدنا منهم اثنين. اول حاجه ستارفيشن، شرح لي كده ايه اللي ممكن يحصل في الستارفيشن. رقم اثنين لو في فات دايت وما فيش كربوهيدرات دايت. رقم ثلاثه لو في كربوهيدرات فيدنج، لو واحد بقى ملوش دعوه بالفات وبياكل كربوهيدرات. تقول لي وضع كل واحد من دول ايه؟ مش انا هقولها مش محتاج. هو لو في ستارفيشن يحصل ايه؟ اكيد هيحصل لايف بوزز. الفري فاتي اسيد هزيد ولا مش هزيد؟ هتدخل الليفر اكثر، هتخش الميتوكوندريا، هيحصل ايه في الاخر؟ كيتون بودز. يبقى في الاستارفيشن هيزيد الكيتون بودز. تشرح تقول الكلمتين وتقول. طب لو فات كتير ومفيش كربوهيدرات
الفات لما بيتهضم بيطلع منه فاتي اسيد، هيزيد الفري فاتي اسيد، في الاخر هيزيد الكيتون بوليس. طيب لو واحد بقى بياكل كربوهيدرات كتير يبقى مين كتير على طول تحت هنا في الاخر، حتى لو عندك فاتي اسيد بالهبل مين كتير اوكسالاستين، يبقى مش هتسمح للاستالكولين ان هو يدي ايه كيتون بوليس، وهيبقى سكته فين في الكريبسايد. يبقى معنى كده مش هيبقى فيه كيتون بوليس، يبقى الكربوهيدرات فيدنج ده ما بقاش فيه كيتون بوليس. يبقى ده اول فاكتور ياثر على تكوين كيتون بوليس، انا عندي فاتي اسيد اصلا في البلازما ولا ما عنديش، لان لو عندي كتير هيكون كيتون بوليس كتير، ما عنديش لا. طيب الفاكتور رقم 2 البواب ده، وده تكتب عليه مهم جدا، رقم 2 اللي هو الكارنيتين بارميتيل ترانسفيز. بقى لنا اربع سنين بيجي سؤال في الحته دي، كل سنه لازم يجي سؤال في الحته دي، طلع امتحان اربع سنين فاتوا دول اول ودول تاني، لازم يجي سؤال في الرايدر كارنيتين بقى، اسئله بقى مختلفه يعني كارنيتين بارميتيل ترانسفيز. انا افرض ان انا عندي فيه فاتي اسيدز كتير ودخلوا فعلا جوه الليفر، ليهم سكه واحده ولا سكتين؟ يعني لازم اي فاتي اسيد يخش جوه الليفر لازم يخش ميتوكوندريا؟ يقول لي لا، ما يمكن الفاتي اسيد ده يقعد بره ويكون تراي اسايد جلسور، يمسك في الجلسور ويتخزن في الليفر على شكل فات. ما هو اللي ما يعرفش ان تراي اسايد جلسور ده هو الفات يكتب جنبها كده فات. يبقى معنى كده ان الفاتي اسيد اللي دخل الليفر ده مش حتما ولا بد يعني ومغصوب ان هو لازم يخش ميتوكوندريا، لا ليه سكه ثانيه. لو الميتوكوندريا مش محتاجاه ومش عاوزاه هتسيبه في السيتوبلازم يعيش حياته كده ويتفاعل مع الجلسرول ويكون تأثر بسرعه يعمل فات. ولو الفات ده كتر هناخد مرض اسمه فاتي ليفر، يبقى الليفر عمال يكون فات بره خلاص كده عشان الفات اللي داخله كتير وهو مش محتاجه. طيب يبقى انا لما الفات الفري فاتي اسيد ده يدخل الليفر قدامه سكه من اثنين، هكتب عليهم سكه رقم A دي اللي هو يكون فات ويبعد عني خالص، وسكه رقم B دي اللي هي بتاعتنا اللي هو ان هو يحصل له يخش الميتوكوندريا يحصل اكسجين. السؤال بقى مين اللي يتحكم ان هو يمشي في ايه او في بي؟ ده هو اللي هو اسمه ايه بقى؟ كارنيتين بارميتويل ترانسفيريز 1. يبقى دي سكه ثانيه مهمه جدا، مين اللي يتحكم ان هو يبقى هنا يدخل او يفضل؟ كارنيتين بارميتويل ترانسفيريز 1. طيب مين اللي شغال ومين اللي واقف وبيعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي، بس تعرف ان ده الفاكتور رقم 2. الفاكتور رقم 3 اقول له طب افرض دخل جوه الميتوكوندريا وحصل له بيتا اوكسيديشن ووصلنا لغايه مين؟ استايلكوين. هو اي استايلكوين يظهر لازم وحتما يخش الكيتون بودي ولا قدامه سكه ثانيه؟ يبقى الاستايلكوين ده فاكتور رقم 3. يعني افرض انت جبت استايلكوين هتدخله يعمل كيتون بوديز ولا هتسيبه يروح الستك استايكل؟ مين اللي يتحكم فيها دي بقى؟ ها؟ فاكتور رقم 3 ده مين يتحكم فيه؟ الاستايلكوين نفسه ولا مين؟ الاوكسيديشن. يبقى انا عندي كام فاكتور؟ ثلاثة. ايه هما؟ فري فاتي اسيد ده خدناه. طب ومين تاني؟ كارنيتين بارميتيل ترانسفيز 1. ومين تالت؟ الترانزيشن اوف الاسيتايلكوين ايه؟ ان هو يخش السيتك اسايكل او يخش الايه؟ الكيتون بولز. عارفه بقى النهارده.